بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهات ليسون توغوا، درس الثالث. راكونتي أو باسي يعني حنحكي في الماضي، حنحكي في الماضي أو حنقول في الماضي. فهنا حناخد طبعا زمن الماضي المركب، وحنتعلم ازاي نحكي في الماضي المركب، وكمان هناخد بعض الاستعدادات لتكوين حفلة او لتجهيز حفلة. كلمات درسانة adolescent تختصر بأدو، argent de bouche aspirateur plug carnet concert compte control déguisement, horaire, monde, morceau, passé, plaisir, spectateur, village. Action, arrivée, vitesse, croisière, décoration, histoire, les prairies, majority, plongée. Préparation, cuiche, promenade, répartition, réunion, soirée, sortez, table, tâche. Partir, décorer, découvrir, passer, apporter, psychopédo, s'amuser, préparer, raconter, déguster, goûter, participer à, gagner, perdre. S'écocher, se réunir, se terminer, se déguiser, décider, ouvrir, accompagner, installer, déguiser, fatiguer, improviser, basser, mignon, jaune, dornière, mieux, enfant. Aujourd'hui, tout, tard, dernièrement, hier, avant-hier, mettre la table, faire la cuisine, Elia. هنبدأ نتعرف على زمن الماضي المركب بسيكم بزي، وانا هسيب لكم هنا قدامكم شرح الماضي المركب بأكتر من طريقة. بسيكم بزي الماضي المركب، طبعا احنا عندنا كلمة إيار، دي من كلمات الماضي المركب، هي كلمة وكلمة أفونت إيار وكلمة بسي اما يجي قبلها زمن طبعا، وإليا ودورنيير وان زائد عام سابق. طيب الماضي المركب بتكون من ايه؟ من اتر او افوار، اتر او افوار كافعال مساعده في زمن المضارع، يعني هصرف اتر وافوار في المضارع وبعدين اجيب بعدهم البارتيسيب باسي اللي هو اسم الايه؟ المفعول. طب ازاي بجيب اسم المفعول؟ ببساطه قوي، المجموعه الاولى بحذف الاو ار وبنضع او افيك اكسون توجي، أو أكسون توجي على الحرف الأخير في آخر الكلمة. زي ما أنتم شايفين parler parler، jouer jouer، aimer aimer. أما أفعال المجموعة الثانية وبعض أفعال المجموعة الثالثة فأنا بحذف حرف الأر بس، زي finir finir، partir partir، dormir dormir. بعض الأفعال الغير منتظمة أو شاذة بالنسبة لنا زي افعال هتنتهي ب اي ار، واحنا بنقوله دايما اللي هي الافعال اللي بتنتهي ب اي ان اي ار، بشيل الاي ار بحذفها واحط اي اهو، فينير فيني، تينير تيني ومشتقاتهم طبعا، وكورير بيدخل معاه. افعال هتنتهي برير بقى ما عدا كلمه كورير ومورير، كورير ومورير بيبقى لهم وضع تاني، دول بحذف الثلاث حروف الأخرى وبنضع او ار تي، اوفرير اوفير اوفرير اوفير سوفرير سوفير.
طبعا الافعال اللي بتنتهي ب ار او بحذف الار او بنضع تي زي فير بتبقى في دير دي كرير كري كوندوير كوندوي ومشتقاتهم. طبعا الافعال اللي بتنتهي ب دي ار او بعد مجموعه بروندر طبعا بحذف الار او واحط اي زي بيردر بيردي فوندر فوندي اتوندر اتوندي وانتوندر انتوندي. اما مجموعه بروندر بحذف الخمسه الاخرى مجموعه بروندر اللي هي الافعال اللي زي بروندر بالظبط كده بحذف الخمسه الاخرى واحط اي اس. برضو الافعال متر بحذف الخمسه الاخرى واحط اي اس. لير بتبقى ليب وار بي طبعا كوناتر بحذف الخمسه الاخرى واحط اي. اتر بتبقى تي فيفري في كي ناتر ني واخد بالي كويس قوي من ناتر ني. وفي تقسيمات كتيره قوي للموضوع ده موجودين طبعا واحنا هنبقوا نسيبوها في الشرح عندكم في الفيديو. الافعال اللي بتنتهي ب او اي ار احذف الاو اي ار ولو كان قبلها حرف الفي احذفه او اي حرف متحرك لحد ما تقف على اول حرف ساكن وانت راجع لورا كده. اول حرف ساكن بروح حذفه على طول وايه بحذف المتحرك قلنا قول كله بالاضافه للفي. بصوا معايا المثال ده كده بوفوارا احذف الاو اي ار قبلها في شيلها قبلها متحرك شيله قبلها او شيله هتبقى فاضل بي احط لها اي في الاخر. بلوفار نفس العمليه هقف على حرف ال واحط بلي. سافوار بتبع طبعا سي فولوار بتبقى فولي. فوار طبعا عشان غلبان شويه ما حللتوش الحرف ده فبيبقى في زي ما هي. افوار طبعا ما بقدرش اقول اي يعني مثلا حتى ده حرف جر فانا بحوله الاو طبعا على اساس ان هو هيبقى مختلف شويه. طبعا هحل التمرين ده هو من خلال الجمل اللي هي قدامنا بسرعه هنبقى احنا عارفينه. وطبعا في الاولاني بجيب اسم المفعول. طبعا هم قدامنا كده متجاوبين وطبعا انت هتراجعهم وتحفظهم كويس جدا. طيب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه دلوقتي هو ازاي انا اصرف بعض الافعال مع اتر او الاخر مع افوار. انا خد بالك كويس قوي ان الافعال ذو ضميرين كلها بتصرف باتر ودايما اتر بتوضع ما بين السو وما بين الفعل زي جو مي سوي ليفيتو يعني انا استيقظت مبكرا يبقى المي هنا فيرب اتر اهو حطيناها طبعا قبل الاي قبل المي وبعدين جبنا اسم المفعول ال سي بروموني او بارك وبيتنزه في الحديقه. طبعا احنا عندنا في افعال اللي هم ال 14 الشهير عندنا وعليهم قصص كتير ممكن انت تسمعها وبرضو موجود ليهم اكتر من قصة وخاصة قصة الطبيب باشكالها المختلفة زي ما كل زميل بيحكيها برواية مختلفة عن التاني. ولكن انتري يدخل عكسها سورتير اريفي بارتير الي فينير ناتر مورير مونتي ديسندر tomber passer rester retourner. يبقى دي الافعال اللي عندنا هتاخد بالك كويس قوي من entrer و sortir passer و retourner طبعا monter يصعد و descendre. الافعال دي اللي انا حددتها هم ست افعال شهيره عندنا يهمنا منهم قوي passer و sortir يمكن دول اكثر استعمالا عندنا. لو جه بعدهم مفعول مباشر تصبح بأفوار وليس اتر. اي فعل اخر غير ال 14 دول وال 14 احنا قلنا منهم ستة ممكن يروحوا الأفوار لان أفوار مسيطرة شوية. باقي الافعال كلها بقى تروح لأفوار تاخد المساعد أفوار. طبعا انا بكتب المساعد الاول وبعد بكتب بعده اسم الايه المفعول الترتيب الطبيعي للجمله فاعل ثم مساعد اللي هو اترا او افوار على حسب الفعل طبعا ثم اسم المفعول. طيب مثال اهو جي اشيتي انجولي جان يعني انا اشتريت بنطلون جان جميل والى بري لو تران دو لوكسور يعني هو اخذ قطار الاكسور. تعال في حاله وجود فيرب اتر بقى في حاله الفعل ذو الضميرين قال لك السي طبعا بتوضع قبل الايه ها قبل المساعد je me suis promené au parc. سأل حتة مهمة قوي مع اتر اسم المفعول معاه يعتبر كصفر اتر اسم المفعول معاه يعتبر كايه كصفر. quand j'ai اما اقول elle est partie pour Paris يعني هي رحلت لباريس يبقى خدت او زيادة
يبقى انا اعتبرت اسم المفعول صفه للفعل بتاعه اللي هو قال، يبقى زودنا قول اسم المفعول. السون بارتي هنا في اس عشان هنا ايه؟ ها؟ فاعل جمع مذكر. السون بارتي رحلنا خدت او اس. يبقى لو انت هتصرف مع المساعد اتر يبقى دايما تخلي اسم المفعول صفه للفاعل بتاعه، يعني يتبعه في التذكير والتانيث والجمع. اسم المفعول مع ضمير فو والضمير اون. طيب هي فو ممكن تيجي باكتر من معنى. فو دي حاله احترام لمفرد مذكر ما تاخدش تبعيه. لو في ميسيو فوزات اليا باري، انت رايح باريس، ما فيش تبعيه لان فو هنا عايده على مفرد مذكر والمفرد المذكر ملوش تبعيه. مدام ليها تبعيه او جاني توا جان وينت، دي ليها تبعيه عشان ده جمع مذكر. ميدام سيداتي ليها تبعيه او اس. يبقى الفو لو في اسم عايد عليها يبقى شوف بقى الاسم ده ايه، مفرد مذكر، مفرد مؤنث، جمع مذكر او جمع ايه؟ مؤنث. وابتدي اشتغل على كده. لكده هتلاقي بتختلف التبعيه على حسب الاسم العائد على ايه، على فو. نفس العمليه مع ضمير اون. اسم المفعول يضاف له اس اذا كان الفاعل هو اون بشرط ان يشير الى الجمع. يشير الى الجمع يعني لابد يكون في اسم عائد عليه. اما نقول تومي موا، تومو انا، هنا تومو انا بتعادل الضمير نو، فاون هنا يبقى بيعادل ايه؟ جمع مذكر. ايوه اون الفعل بتاعه يتصرف زي ال، لكن ياخد تبعيه عادي بقى، ياخد اس. لنفي الجمله في الماضي المركب بنضع الفعل المساعد ما بين نيو با. اهو اني با بارتي، اني با بارتي، هي لن ترحل، لم ترحل بربري، لم ترحل بربري. نو نافو با بري لو تران، لم ناخذ القطار. شفنا فينا افار او اتر اللي هو الفعل المساعد. طب لو في فعل ذو ضميرين، قال لي ام في الفعل المساعد اللي هو ات، وبرضو ام في معاه ضمير المفعول ما او سي على حسب ضمير المفعول موجود في الجمله، يبقى انا بأن في الفعل المساعد اتر وضمير المفعول الاثنين بحطهم ما بين طرفي النفي. طيب هو الافوار ليه تبعيه ولا ملوش تبعيه؟ طبعا احنا قلنا افوار ليه تبعيه في حالات معينه وهي مشروحه عندنا في الشرح، انا هسيب لكم الشرح عندنا، لان في بعض الاسئله بتيجي وان كانت هي مش مقرره رسميا قوي بس وما وردتش في جمل، بس لابد تكون عارف. اسم المفعول مع افوار لا يتبع الفاعل في التذكير والتانيث، خلاص ما افوار ملوش تبعيه. الزون الزون اشيتي دوروب، هن اشترينا فساتين، ما خدتش تبعيه. الا بري لو مترو، هي اخذت المترو، ما خدتش تبعيه. قال لي فيرب باسي، طبعا لو جه بعده حرف جر بمعنى يمر يبقى في الحاله دي هياخد اتر، ومعنى انه خد حرف جر يبقى لابد ياخد اتر، معنى انه ما خدش حرف جر يبقى بعده مفعول مباشر يبقى في الحاله دي هياخد افوار. واحنا قلنا مش بصي بس، احنا قلنا معاه سورتير وانتري وكمان عندنا مونتي وديسوندر وريتورني. ست افعال دول بينطبق عليهم الحاله دي، لو خدوا مفعول مباشر يروحوا لمين؟ لا افوار او يسبقوا بافوار. تعال نحل التمارين دي مع بعض كده ونشوفها. أول جملة في إيه وير، يعني أمس، يبقى معنيت إن ده ماضي مركب. جي أو سينما، طبعا هقول جي سويز ألي أو سينما، أنا ذهبت إلى السينما. جي سويز ألي تصريف أتر أهو، اسم مفعول بعده خلاص جي سويز ألي أو سينما. الجملة اللي بعدها ما سير سي، ده فعل ذو ضميرين، طالما قال لك سي بعدها أو أس تي يبقى ده فعل ذو ضميرين. فعل ذو ضميرين مع أتر هياخد تبعية يبقى أبي، لان ما صير هنا هي مؤنث، خد تبعيه او في الاخر. اسكو تي ديفون لو كلوب، خلي بالك ديفون لو كلوب ده حرف جر، يبقى هقول اي باسي، اي باسي، هل انت مريت، وهنا معناها يمر، لان باسي قلنا لو جه بعده حرف جر ياخد اتر ما ياخدش افوار. الجمله اللي بعدها فو اورجانيزي، هنا فو، طب اخد تصريف ات ولا اخد افوار؟ أفي. طبعا انا هنا هاخد افوار، ليه؟ لان ده ماضي مركب. طب ايه عرفك ان ده ماضي مركب؟ اولا في اسم مفعول عندي في الجمله، وده طبعا تقديم فعل على فاعل، وانا ما بقدم فعل على فاعل بقدم دايما يا اتر يا ايه يا افوار. داكور. طب اورجانيزي من الافعال 14؟ لا،
طب زو ضميرين؟ لا، يبقى ياخد في الحالة دي افوار، معناه يناظر. وكمان في حتة مهمة قوي انت بتاخد بالك منها كويس قوي، ايه هي الحتة دي؟ هي ان مفيش تبعية مع فيرب اورجانيزي، فمش معقول هياخد اتر. لي جارسون ديز، الاولاد بيقولوا نو صام فيني، هاخد تبعية اس، لان نو هنا عايدة على مين؟ على الاولاد، جمع مذكر. اكولر، في اي ساعة؟ تي كوشي. طبعا ده فعل ذو ضمرين، تي كوشي، انت نمت. وده بقى بيدل على ايه؟ بيدل على ان حافظ كويس الافعال اللي قدامي واخد بالي ايه منها. الجملة اللي بعدها بتقول اكولر تي كوشي داكو، سبعة سوي متان هذا الصباح، وهذا الصباح بتدل على الماضي المركب. ما طنت ما بتاخدش تبعية، لان افوار ما تاخدش تبعية، يبقى دي كوري لا ميزون، زينة المنزل. ياغ امس ما مير، والدتي، لا كويزين، بتطبخ، يبقى افي افي تصريف افوار زائد اسم المفعول. ما تونت ريستي، وبتبعي، يبقى تروح لاتر على طول، لان فيرب اتر بيجي دايما مع الافعال 14، وريستي من الافعال 14 اللي ما بتتغيرش، يعني دايما تاخد اتر. ميز امي اون، تاخد تبعية؟ نو، يبقى خد بصي على طول. يبقى افوار قلنا ما بتاخدش ايه؟ تبعي. يير امس منى افي، طبعا ده فيرب فير، فير مش من ال 14، محوش ذو ضميرين، يبقى خد على طول. سامي دي بس يوم السبت الماضي نو زافو بري، خلاص بقى انا عرفت ان بري ده لو فيرب بروندر، بروندر بياخد قبله ايه؟ افوار. جاني لور، جانو لورا، انيستالي، طب اخد سي سون انيستالي ولا اخد سون ولا اخد اون؟ طب انا رحت خدت اون، طب بوركوا؟ ليه بقى؟ اولا اول حاجه انت تاخد بالك منها ان جان ولورد جمع مؤنث ومفيش تبعيه مع اسم المفعول، ففي الحاله دي اخد افوار على طول، دي اول حاجه تاخد بالك منها. خلاف بقى ان انا حافظ ان الفعل ده ما بياخدش افوار، بخلاف ان ده فعل موضوع ضميرين الى اخره، بس اول حاجه مفيش تبعيه تاخد ايه؟ افوار. علي ومنى سيسون، سيسون كده ما الاقي سي وسون يبقى ده فعل ذو ضميرين، مع علي ومنى يبقى جمع مذكر، يبقى هناخد اوكو بيه الاخير لانها واخده تبعيه. سيمتا هذا الصباح ناديا ايه تالي، خدت تبعيه طبعا، فيرب اتر بياخد تبعيه وده فيرب الي. يغ امس قال بصي، بصي واخده تبعيه؟ نو، يبقى خد افوار على طول، وبعدها مفعول مباشر اهي بتدل على الزمن. لكن الجملة اللي بعدها واخدة تبعية ايه؟ وضحت لي، يبقى هاخد ايه؟ سون. ما تقولي سي سون، لان سي باسي ده حدوتة تاني، ده فعل تاني بمعنى يحدث، لكن هنا هن مررنا على محل الحلوان. ساتا بريمي دي يعني بعد الظهيرة، نو زافو في، فيرب فير بقى، وفير ما بياخدش ايه؟ تبعية، يبقى هياخد افوار، وهو كده كده ما بياخدش اتر. وجوردوي النهارده الي بارتي، اير امس الا بروموني دايما فعل ذو ضميرين دور على حرف جر بعده عشان تبقى انت مطمن كويس، يبقى ده فعل ذو ضميرين. لكن لو جه بعده مفعول مباشر زي الجمله اللي بعدها يبقى انت هتاخد بس، يبقى هتاخد افوار، لان دي معناها علي ينزه كلبه بيفسحه. اير امس ال انتريني سيغ لوترين، يتدرب على، حرف جر اهو، يبقى سانتريني يتدرب، لكن يدرب بعدها مفعول مباشر تاخد افوار. طبعا فيرب براندر بياخد افوار اللي هو بري، ياخذ. مسيو فوزات مش هاخد تبعيه، لان فو هنا عايده على مسيو، فو عايده على مدام، تاخد تبعيه او بس. ميزامي اصدقائي جمع مذكر، يبقى هناخد اس بس تبعيه مع فو. ميكو بينا صديقاتي او زميلاتي، يبقى هتاخد تبعيه او اس لانها عايده على صديقات. منى سيليفي لان واخده تبعيه. طب ليه يا مسيو ما خدتش فيرب اتر؟ طب هو ليفي من الافعال 14؟ لا مش منها، طالما مش منها واخد تبعيه يبقى هو فعل ذو ضميرين، يعني انا عايز الحسابات دي تمشي في دماغك كده على اساس ان انت فهمت القاعده. ويا ريت تسمع الفيديو بتاع شرح الماضي المركب اللي انا سايبه لك في الرابط او فوق على علامه الايهان. داكو.
طيب الجملة اللي بعدها بتقول ايه؟ بتقول ما تونت ادي كوري، خلينا زيها بقى وعرفنا. طيب اير جو فو ا جو فو، انا هصرف على مين؟ انا اتفقنا ان لما بيبقى فيه ضميرين ورا بعض يبقى بصرف على الاولاني على اساس ان الاولاني ايه؟ هو الفاعل والتاني مفعول. طيب هقول جي. طيب هي فو ضمير مفعول مباشر ولا غير مباشر؟ غير مباشر، ما بياخدش تبعيه لان هنتكلم في الموضوع ده مع بعض بعد كده. اير امس علي رونتري، يبقى ايه رونتري؟ عادة، لأن فيرب رونتري ده من مشتقات فيرب أنتري يدخل، ودي بتاخد إتر برضه. جولي إي موا أون ساميزي، خدنا ساميزي، ليه خدنا ساميزي؟ لأنه واخد تبعية. هسألك السؤال التاني، ليه ما خدتش إت؟ لأن ده مش من الأفعال 14. شوف إجاباتك كده، يبقى انت فاهم انت بتجاوب ازاي، مش مجرد بتخش تاخد الاجابات وتطلع تجري وما انتش فاهم فيها حاجة. اير امس مون بير، والدي، مون بير والدي، اباري يبقى سافر الى باريس، يبقى انا عايز ماضي، يبقى افواياجي. الماضي المركب اهم ما يميزه ان هو فيه فعلين لانه اسمه مركب. الماضي المركب فيه تصريف اتر او افار زائد اسم المفعول من الفعل، وده من اهم الازمنه اللي علينا وبيجي عليه اكتر من سؤال في الامتحان. ايه مونا اي تاريفي، واخده تبعيه اهي. علي اي اريفي تارد، وصل متاخرا. لويزا مؤنث اهي، يبقى اي سورتي خرجت. ساره سيليفي، ساره سيليفي، والجمل دي انا شرحتها قبل كده لكن انا بحلها اسرع شويه. Vous avez pris verbe prendre. Hier soir, ma mère a passé l'aspirateur. ليه خدت a passé؟ لأن بعدها مفعول مباشر أهو، ومعناها يشغل. مش هقول لك بقى معناها يقضي، لا، احنا اتفقنا إن passé لو جه بعده مفعول إيه؟ مباشر، أو الست أفعال اللي اتفقنا عليهم اللي بيجوا بعدهم مفعول. Vous racontez une action au passé. أنت بتحكي عن حدث في الماضي، شوف الجمل اتكتب إزاي. Je suis allé à la campagne. أنا ذهبت إلى الريف. Je suis monté à cheval. أنا ركبت الخيل. Je fais du VTT. أنا مارست ركوب الدراجات. J'ai nagé dans le lac. أنا عمت في البحيرة. الصفحة دي لابد تقراها كويس قوي وتترجمها. أنت كطالب فاهم الصفحة، لابد ترجم الصفحة من خلال طبعا حفظك للكلمات اللي عندنا. صفحة الوسطى عندنا فيها المواضيع وكتابة الإيميل، وأنا قلت أكتر من مرة يا جماعة القراية في حد ذاتها مهمة جدا. ان انا احكي موضوع في الماضي او ان انا اتكلم عن حدث في الماضي، فده مهم جدا عندنا. ان احنا نعمل استعدادات لحفلة، ده موضوع مهم جدا وبتكرر، وانا يمكن بنوه على طلبة الازهر انها تبدأ تحفظ المواضيع دي بقوة بقى دلوقتي. طالما بدأ شهر 12 ابدأ احفظ مواضيع، ابدأ احفظ مواضيع. يمكن قبل كده ما كناش بنهتم بالمواضيع قوي عشان تبدأ انت تحصل كلمات اكتر شوية. حاليا احنا خلاص بنشطب الوحدة التالتة، معناها ان ما فضلش الا واحدة واحدة، وهي واحدة اسهل واحدة في المنهج، الوحدة الرابعة، نخلصها بإذن الله الشهر الجاي. نبدأ نراجع، ها، وفي المراجعة بتاعتنا عايزين تفاعل اكتر منكم عشان في حاجات جديدة ممكن نقدمها بسهولة جدا معا. تعالوا نكمل مع بعض ونحل كام قطعة. طبعا هنبدا نحل كام قطعه، وانا بنوه بقى من دلوقتي اوعى، وقلت الكلام ده قبل كده كتير، تسيب قطعه الا ما تقراها مره واثنين وثلاثه، لان كل القطع اللي هتقراها دلوقتي هتقابلك بعد كده تاني في المراجعات. حاول ان انت بقى تغذي نفسك كويس، ها، كتاب برافو، جينيال، معاصر، ومعظمهم موجودين على ال تواصل. يمكن مرسي مش متواجد قد كده، بس حاليا بقى متواجد. المعاصر قطعه جميله جدا، برافو، القطعه فيها افكار حلوه وجديده شويه، لان انت لابد تاخد الافكار كلها مش هكتفي بمرسي بس. داكو، تعال اول نقرا القطعه، وزي ما قلت نقروها بعنايه. لي فاكونس سي بور ساميزير بابور ترافاييير، داكور با داكو، الاجازه للتسليه والمتعه ولا للعمل؟ انت موافق ولا غير موافق؟
Les ces extraits du Furon des élèves de Lucie de la Ventagne à Nice. يعني اقرا المقتطفات دي من منتدى التلاميذ من المدرسه الثانويه الفونتاني اللي هي النافوره، عارفينها طبعا، فونتاني الشهير à Nice في مدينه نيس. لوي بيقول ايه؟ مو جو سوي داكور، انا موافق. كون جو في او لوسي، عندما اذهب الى المدرسه، جي ترافاي توت لا سومين، انا بعمل طوال الاسبوع من دولي فاكونس، اثناء الاجازه جي مالير. شو بقى اما انت بتقرا الجمله وتفتكر ان الفعل بيجي في المصدر اما يكون بعده ايه؟ حرف، اما يكون قبله حرف جر او فعل مصرف. À la mer parce que j'aime faire de la natation، لان بحب ممارسه السباحه، de la planche à voile، والشراعي، الشراع يعني الالواح الشراعيه. J'aime beaucoup le thé et le soleil، بحب كتير الشمس والصيف، او الصيف والشمس. أني بتقول جو ديتيست ريستير اون فيلا فيك ميز امي، انا بكره ان انا ابقى في المدينه مع صديقاتي. جيم بارتير اون فامي، ارحل في عائله. الا كومباني الى ريف، نو باسون دو سومين دون لا فيرم، بنقضي اسبوعين في المزرعه دو مون بير، وزرعه والدي جدي. J'adore monter à cheval، انا بعشق ركوب الخيل. Mais mes frères préfèrent travailler à la ferme، j'aime m'amuser et travailler. اخويا، هي بتقول مفرير، اخويا بيفضل العمل في، او اخواتي بيفضلوا العمل في المزرعه، انا بفضل التسليه، بحب التسليه والعمل. يعني هي ما بين الاثنين، اونتر لو دو جيزيت اونتر لو دو، يعني انا متردد ما بين الاثنين، او جي في لو دو، انا بعمل الاثنين، لو ترافاي اي لا ميزو. طيب لي فاكونس، الاجازه، تيو بيقول لي فاكونس، الاجازه سي بور ساميزو، دي للمتعه. جو سوي داكور، انا موافق قوي. جو ديتيست ديغ على ميزون، انا بكره المساعده في المنزل. فير لا كويزين، واعمل المطبخ. سي فاتيغون، انها متعبه. جو نيم با فير لي كورس، ما بحبش اتسوق. مي سي تراميزون دو جوير او كلوب، ولكن من الممتع ان نلعب في النادي. الور جو سوي كونت لو ترافاي، اذا انا ضد العمل. أني بتكره، ها؟ أني بتكره إنها تبقى في المدينة. ريستور أون فيلا يعني تبقى في الإيه؟ في المدينة. داكو؟ سي جون شات سيغ انترنت بور ديكرير، عشان يوصفوا لير فاكونس، أجازتهم. طيب جميل. أن فاكونس في الأجازة، أني باس دو سومين على كومبانيا فيك، طبعا صفامي، هي بتروح مع العيلة بتاعتها، إحنا بنقولوا أني مع أصدقاء. صديقاتي سيكوبين. نو صفامي، زي ما قلنا صفامي. داكور برضو. تيو بريفير، يعني تيو بيفضل، تيو يبقى صفامي هي الفري، اما دي غلط عندنا. تيو بريفير ان فاكونس، يعني تيو بيفضل ايه في الاجازه؟ طبعا هو بيفضل المتعه، بيفضل اللعب في النادي، جوي او كلوب. طيب لوي ايمالير، يعني هو بيحب الذهاب الى، طبعا هو قال انا بحب اشتغل طوال الاسبوع، واثناء الاجازه بحب الذهاب الى البحر، يبقى الامير الى البحر. نمرو 6 رقم 6، لوي ام فير، يعني لوي بيحب عمل، يعني هو بيحب ممارسه ايه؟ طبعا احنا قلنا ان التسيو ممكن، كمان هو بيحب ال ايه كمان الناتاسيون والبلون شافوال. طيب يبقى معنى كده انه بيحب السبور، الرياضه. طيب تعال نكمل مع بعض من كلو الى لينا. بتقول لها بونسوار، سامدي دورنيير، السبت الماضي، جو فيتي مي دي ساتون، انا احتفلت ب 17 سنه بتوعي، عيد ميلادي 17 يعني. مي بارو مي اوفر، مي اوفر، يعني والدي قدموا لي ان نوفو بورتابل، محمول جديد. سي سوبر، انه رائع. ان بلوس، فضلا عن ذلك، مون جرون بير جدي مي اوفر، مي اوفر ان جنوار دي ان بون مارك، قدم لي بنطلون جينز من ماركه جيده. جان فيتي سان كوبين، انا دعيت خمس صديقات. ابصر لا سواري على ميزون، لقضاء السهره في المنزل. انا مونجي،
دي بون بلا وأكلنا وجبات جيدة اي بيان سيغ وبالتأكيد ان جران جاتو تريبون وجاتو جميل جدا. جو ريغاردي ان بون فيلم، انا شاهدت فيلم جديد لعمر الشريف، فيلم حلو يعني، افيك ميكوبان مع كوبين مع صديقاتي جان بيان ساتا كتير، انا بحب كتير الممثل ده. Il a joué un grand nombre de films. هو مثل عديد من الأفلام. Ensuite, بعد ذلك, nous avons bardi et écouté de la musique. إحنا مرغينا كتير وسمعنا الموسيقى. Nous sommes très bien amusés. استمتعنا كثيرا جدا. Enfin, أخيرا, mes copines, صديقاتي, sont partis رحلنا. Et j'ai dormi contente à midi. ونمت سعيدة في المساء. Le gâteau de la fête, délicieux, لذيذ. Samedi dernier, السبت الماضي, هي نامت طبعا minuit في منتصف الليل. عمر الشريف est le nom d'un acteur de l'acteur préféré, يعني الممثل المفضل. Les parents en œuvre importable, قدموا لها محمول. Les parents قدموا لها محمود. احتفلت بعيد ميلادها طبعا سون انيفرسير عيد ميلادها. سامدي دورنيير هي شاهدت فيلم افيك سيكوبين مع صديقاتها. افيك سيكوبين. ليوني بتقول بونسوار تيا باسيان ان بون جوردين، تقضيت يوم جميل. رافائيل لها وي جو باسي ان بون جورني او ترافاي، انا قضيت يوم جميل في العمل. جي تروفي دو نوفو كليون، انا قابلت زبائن جدد. الور جي سوي كونتون، انا سعيد. بورلو دانا للعشاء جي مونجي ان بون، انا هاكل حاجه صغيره كده اون ترونش دو جامبون، يعني ترونش من اللانشون ان مونسودو فروماج وقطعة من الجبن ان بانان وموز. اتوا تيا باسي ان بون جورني، وانت قضيت يوم سعيد. قالت له وي جي ترافايي على بيبليوتيك لو ماتان، انا اشتغلت في المكتبة في الصباح. بوي اي بوي جي ديجيني شي مون امي جوليا، ذهبت او اتغديت عند صديقتي الي دي سي دي دو بارتيرون شين، هي قررت رحيل الى الصين. سي بورسيلا لهذا الا ريزيرفي، هي حجزت دون زان سونتر دو لونغ في معهد او مركز للغات بور ابروندر لو شونوا لتعلم الصينيه. افيك موا معي. J'invite ma cousine Clémence. أنا دعيت بنت عمي كليمونس سون ماري دانيال وزوجها دانيال ودينار في العشاء. رافائيل قالوا هم قابلوا؟ قالت له بالتأكيد. جولير تليفوني سي ماتان، أنا اتصلت بيهم هذا الصباح. جي بروبوزي إن دات، واقترحت عليهم ميعاد يوم السبت 17. ساتي فا لا يناسبك. قال لها وي نعم تريبيا تمام. في السؤال الأولاني طبعا هتبقى كل يوم بحل الأسئلة على حسب القطعة بسهولة قدامنا اهو. في الخطاب اللي قدامكم ده شكل الخطاب طبعا، عشان مكتوب فيه عنوان فوق وتاريخ. لونا بتحكي لصديقتها بتقول لها عائلتي طباس لو بونجور تحييكي، سورتو خاصة ماسير سوزان، خاصة أختي سوزان. ان فاكونس دورنيير، في الأجازة الماضية. نو سون بارتي ا مارسي، رحلنا إلى مارسيليا. رحلنا إلى مارسيليا. دون لا فواتير دو مون بير، في سيارة والدي. في سيارة والدي. لو فواياج مارسيل، رحلة لمارسيليا. أدوري، استغرقت 3 ساعات. نوز افو باسي ان بون سومين، ان بون سومين، قضينا اسبوع جيد مارسيل. في مارسيليا لو طون اي مانيفيكانيتي او انيفير، يعني جو رائع في الصيف او في الشتاء. نوز افو باسي لا جورني انيجير، احنا بنقضي اليوم في العوم. لا هناك جي في لا كونيسونس افيك دي كوبان سامبا دي ديفيرونت ناسيوناليتي، فرونسي المون انجلي اسبانيول. هناك انا
تعرفت بأصدقاء لطاف من جنسيات مختلفة، فرنسيين، ألمان، إنجليز، أسبان، موا ميكوبا. أنا وأصدقائي أنا باسيلا سواري قضينا سهرة أفير دي سورتي في خروجات. On a fait ensemble des promenades à vélo. عملنا نزهات على الدراجات على بلاج على الشواطئ. On a parlé de la musique. تحدثنا عن الموسيقى والرياضة. Du cinéma au cinéma de la nature والطبيعة. On a décidé d'aller à la campagne. قررنا الذهاب إلى الريف. On a mangé حيث أكلنا ولعبنا مع الحيوانات في دو شوفال أن غروب ومارسنا ركوب الدراجات في مجموعات. عبرية سيكور فاكونس بعد هذه الأجازة الصغيرة مع فمي عائلتي وأنا ها نو سوم رونتري عدنا إلى مدينة ليون. الآن جدو بيا مي بريباري بور لي زيكزامان. الآن يجب أن أستعد جيدا للامتحانات. اي مي بارون دو رونتري أو ترافاي. ووالدي يجب أن يذهبوا إلى العمل. لونا ذهبت إلى مارسيليا بالسيارة طبعا اون فواتير. في الخطاب ده هي بتحكي عن عطلة أجازتها الماضية أو السيفا كونسودورنيير يعني أجازتها الماضية. لونا إيطالي على كومباني ذهبت إلى ريف مع صديقاتها أو أفيكسيكوبا مع الأصدقاء. طبعا هم قضوا السهرة وهم خرجوا ذهب إلى ريف هنا مع الأصدقاء. في الريف هي مارست ايه اكيتاسيون شيفال في مجموعات طبعا. لونا باسي قضت طبعا قضوا هناك ان سومان اسبوع مش كده لي فاكانس دورنيير. وانا باسي ان بون سومان ا مارسي يبقى اسبوع ان سومان. لا فامي العيلة بتتكون من كم شخص؟ طبعا هي هنا العيلة زوكا من كاتر بيرسون أربع أشخاص طبعا عشان هي وأختها سوزان. هنا طبعا ما شير مامو عزيزتي ماما زوجي دانيال وأنا نوزالو فينيل ساميدي بروشان حنيجي. سوف نأتي يوم السبت القادم لنحتفل بعيد ميلادك. نوزالو فينيل رونتران حنيجي في القطار بارتشكيلا فاتير دو دانيال لأن سيارة دانيال إيطامبان معطلة. نوزالو بروندور حناخد القطار بتاع 9:09 وحنوصل شيفو عندكم في باريس حوالي الظهر كده. مونبير والدي ممكن ينتظرنا في المحطة. ما تجهزيش الغداء بارسكو نو فوز انفيتو بابا لان احنا بندعوكم. بابا وحضرتك طبعا مطعم. انا حجزت تابل دون لوريستيرون في المطعم كي فوز مي بومبيتي المطعم اللي انت بتحبيه لو بومبيتي. ساعة ثانية نوزالو مونجي حناكل سمك بعد الغداء. نستطيع أن نذهب إلى المسرح لرؤية مسرحية وإحنا هنقضي عطلة نهاية الأسبوع معاكم. بعد كده هنرحل لمدينة نيس حيث اجتماع عمل هام جدا يوم الاثنين وحنعود إلى مارسيليا حالا بعد الاجتماع أو فور الاجتماع. دانيال طبعا أخو فيكتوار دي الجملة غلط. دازوكها فيكتوار ودانيال عندهم اجتماع عمل في مدينة نيس. دي جملة صحيحة. في المطعم العيلة هتتناول منتجات بحر دي صحيحة. الجملة اللي بعدها بنحتفل بعيد ميلاد فيكتوار غلط. السبت مساء فيكتوار بيدعو والديه إلى المسرح. الجملة هنا غلط طبعا لأن مش مساء. القطار سوف يصل إلى باريس في الساعة 9:00. طبعا الجملة هنا خاطئة. هو حيوصل بعد الظهر. الجملة هنا خاطئة. داكور. مرسي بربو. أشوفكم في الحلقة الجاية. أروفار.